سلام عليكم. الو، ايوه يا محمد، خليك بالراحه الريلاكس، ما تخافش يا سلام جدع. الله. حياك الله يا محمد، انت من مقلد السادس الثاني؟ اي نعم. طب محمد، لو اثبتت لك امامه المهاجرين والانصار من القران الكريم تاخذ بها؟ المهاجرين والأنصار اللي تبعوا النبي وآل النبي فقط. طيب اللي هم مين؟ اذكر لي كده مين المهاجرين اللي اتبعوا النبي وآل النبي. يلا اذكر لي خمسة من المهاجرين وخمسة من الأنصار، مش هقول لك 2000 من المهاجرين و2000 من الأنصار، خمسة بس يلا. زين، انت ستنفي وجود انه الأئمة ال 12 معصومين مو في القرآن، صح ولا خطأ؟ لا لا لا، بعدين هنتكلم في النقطة دي. اذكر لي الخمسة المهاجرين وخمسة من الأنصار اللي اتبعوا النبي، اتفضل. المهاجرين، انت اخوك زين، انت المهاجرين من اللي بيعدك؟ انا اللي بسالك، انت بتقول لي لا مش المهاجرين والانصار، المهاجرين اللي اتبعوا النبي والانصار اللي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب الله قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. الله يهديك يا علي، انا وانت، وياخذ بايدينا الى نور التوحيد. الله اعد للمتبع المهاجرين والانصار جنات، فانت قول لي مين المهاجرين اللي انا لو اتبعتهم ادخل الجنه، ومين الانصار اللي انا لو اتبعتهم ادخل الجنه، تفضل. باو، الانصار هم علي واحد، علي من المهاجرين ولا من الانصار؟ معصوم. المهاجرين والانصار علي، والاسم وال 11 معصوم. بالله عليك، ده كلام يا علي؟ بالله عليك، يعني المهاجرين والانصار، يعني الامام البكر كان من المهاجرين ولا من الانصار؟ يا ابو بكر، خلاص ابو مالكش دعوه بكر بابو بكر. لا من الانصار ولا من المهاجرين. ابو بكر ما كانش مهاجر ولا من الانصار، نزل من السما كده، مالكش دعوه بابو بكر. بقى انت اثبت لي الان مين المهاجرين والانصار اللي ربنا اعد لهم جنات في الجنه واعد لمن اتبعهم جنات في الجنه، ممكن تقول لي هم مين؟ اتفضل. الانصار اللي هم ينصرون الدين، عليهم علي من الانصار. ازاي يا علي؟ هو علي من الانصار اللي مش علي، مش النبي ساب علي صلى الله عليه وسلم رواية مع ضعف، يعني سابه في على فراشه وهجر؟ هو كان علي في المدينه. انت تعرف ما معنى الانصار الاول يا علي محمد؟ تعرف ما معنى الانصار؟ بس انت كاتب لي على الخاص لا تتهرب من الشيعة، اريد اناظرك. انا لا اريد ان اناظرك، انا اريد ابين لك الحق. انت نفيت باوع، انت نفيت ال 12 المعصومين، تقول ماكو، ما موجودين. لا، لم انفيه. لا، اللي فيها انا متابع البث من بدايه البث، تقول ماكو 12 معصومين. لا، انا قلت هم ليسوا موجودين في القران، لكن انا نفيت يا علي محمد، نفيت الامام المهدي فقط المنفي، لكن بقيه الائمه يعني اناس صالحين كما قال السيد كمال السيستاني، ناس صالحين وكانوا علماء اجلاء صالحين، لكن ليسوا ائمه بمعصومين. انت بما انك الان لا تستطيع ان تاتيني باحد من المهاجرين او من الانصار اللي ربنا اثنى عليهم في كتابه، طيب يا علي، هل يوجد ايه في القران تامرني باتباع الائمه الاثني عشر؟ زين، في قوله تعالى صوتك راح، لا قرب تاني من المايك. ايوه، بقية الله هو الامام المهدي المنتظر المعصوم. طب ممكن تقرا لي الايه من الاول؟ ممكن تقرا الايه من الاول؟ تعرف الايه دي في سوره ايه؟ في سوره هود، الايه رقم 86. ممكن نجيب الايه اللي قبليها؟ اقرا شو يقول؟ اقرا شو يقول؟ طيب، بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. دي الايه رقم 86. هود هذا في سوره هود 86. ايوه، اقرا الايه اللي قبليها كده. ما هو في حاجه اسمها سياق الايات، انا طلعتها هو. واما يلا اردها اردها، هاي كبسه مهدويه، كبسه مهدويه اردها. وانا لا اريد ان انا اكبس عليك كبسه مهدويه، انا اريد فقط ان انا اوضح لك الحق، غير الاسلوب ده افضل يا علي. تفضل اقرا. ترى ما اسمع. طيب اسمع يا علي، اسمع الايات بتقول ايه. اسمع يا علي، ومن الاول ايه رقم 83، وهي في 86 اهي. والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير
وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. أي شعيب بيقول القوم لا تنقصوا المكيال والميزان. فين مهدي الشيعة؟ إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم يعني أن يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم، فلا تطمعوا في أمر لكم عنه يعني غنيا أنكم تخشوا فيه وهو هيضركم إن كنتم مؤمنين، فاعملوا بمقتدى الإيمان. بقية الله خير لكم أن يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير ولا تأخذوا شيء حرام. ده فين إمامك المهدي؟ شعيب بيقول لهم إمامكم المهدي اللي في أمة محمد خير لكم منكم تنقصوا المكيال والميزان. أنت تصدق ذلك يا علي؟ علي افتح الميوت، أنت عامل ميوت عندك، افتح الميوت يا علي ورد عليا. شعيب وقومه وين الإمام هنا يا علي؟ تسمع معك وما جاي ما جاي اسمعك يا علي. شعيب بيقول في هذه الآيات شعيب بيتكلم في هذه الآيات ثواني يعني حد يحذر بنو أمية، هذا إخوة الإخوة الأدام يحذروا هذا الشخص بارك الله فيك. الآيات اللي أنا قرأتها عند عليك دلوقتي علي بيتكلم عن قوم مدين وشعيب عليه السلام وبيقول له ما تنقصوش المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض. بقية الله خير لكم ما أبقاه لكم الله لكم من خير، هو خير لكم من أنكم تنقصوا المكيال والميزان وتعثوا في الأرض مفسدين وتبخسوا الناس أشياءهم. ففين إمامك المهدي هنا؟ الكلام ما بين شعيب وقومه، وين جاب الإمام عجل الله فرج اللي هو في آخر الدنيا يا علي؟ الله يشرح صدرك يا علي الحق.